ماتش الاهلي وفاق صف، كنت متوقع النتيجه او الفوز العريض اللي حققه الاهلي في مباراه الذهاب بنتيجه 4-0؟ ما اقدرش اقول كنت متوقع النتيجه الكبيره كده، لكن كنت متوقع ان الاهلي ان شاء الله هيعدي المباراه دي، او معنى صح يخرج منها بافضل حاجه، خصوصا بعد الثلاث مباريات في الدوري كل الناس ما كانتش متفائله. لكن انا عارف ان اللعيبه بتعرف تفصل كويس جدا جدا جدا، يعني عارفين هم عارفين هدف ايه، وكلهم عارفين قد ايه بطوله افريقيا دي مهمه جدا جدا. افضل مباراه قدمها الاهلي قدمتها فرقه النادي الاهلي في بطوله افريقيا السنه دي ممكن تكون هي ومش عايز مش عايزين مزايده، مش فكره الطرد بس، ومع ان الطرد ده حاجه في الكوره، يعني الطرد ده مش عشاني ولا عشانك، لا الطرد ده حاجه بتساعد الفرقه، يعني ده طبيعي جدا. لكن من قبل الطرد واحنا كنا افضل، كسبانين من قبل الطرد كورتين ثلاثه في العارضه قبل الطرد، فلا يعني شايف اللعيبه كانت مركزه جدا جدا، ودي حاجه كويسه، ده اللي احنا متعودينه من لعيبه النادي الاهلي ومن الجهاز الفني. انا شايف انا بسمع حاجات كتير كويسه قوي، او نقطه في نقطه مهمه جدا، ان الموضوع اختلف تماما. الكلام دلوقتي مش ان انا احقق بطوله افريقيا، لا انا تركيزي ان انا اخد الثالثه على التوالي. انت فاهم قصدي؟ فرق كبير طبعا. أي. طبعا يعني ده حافز مهم جدا، لو انا اخد بطوله افريقيا بس ما ناخد بطولتين افريقيا. لكن الفكر دلوقتي او الكلام دلوقتي، ويا رب التوفيق، بس الاول ناخد الامور واحده واحده، نعدي مباراه العوده مع وفاق الصيف ان شاء الله، لان طبعا مهما كانت دي ما هو الهدف دي ده كرة مش هيتحقق الا لما نعدي وفاق الصيف بالظبط كده، ودي كوره واللي بعد وفاق الصيف ودي كوره وارد فيها كل حاجه. لكن ان شاء الله متاكدين من تركيز اللعيبه والجهاز الفني، واكيد كل الكلام واللي احنا بنسمعه كمان ان الموضوع ما انتهاش او المباراه ما خلصتش، ده لسه في شوط ثاني في الجزائر، وقد ايه هم مقدرين صعوبه المباراه العوده، فان شاء الله بالتوفيق ليهم. لكن زي ما بقول لك الحاجه الكويسه قوي بالنسبه لي ان انا دلوقتي بسمع الثالثه هي على التوالي، هي الانجاز الجديد يعني اللي ما اتكررش.